تعرضت العاصمة الأفغانية كابول لتفجير انتحاري يوم الاثنين، أدى إلى مقتل 14 نيباليا، وهو ما أدى إلى وضع أمني أكثر تدهورا في أفغانستان. سمعت الصوت الانفجار في الساعة 6:26، وعندما وصلت إلى هنا شهدت الحافلة النيباليين التي فجرها الانتحاري. قد تم ردمتجري أيضا. لقد كان المشهد محولا وخطيرا جدا، جعل الجميع يحاربون. مسكن النيباليين هؤلاء قريب من محطة الغاز، وكل يوم يمرون بالباص من هنا. أحذية وشظايا الزجاج متناثرة على الأرض، وهذا الباب الحديدي مليء بثقوب تسبب فيها الانفجار. بكل بساطة، هذا المشهد المأساوي دليل على حجم فظاعة الانفجار. وفقا للمعلومات التي نشرتها الداخلية الأفغانية في وقت لاحق، فقد وقع الهجوم في صباح يوم الاثنين في الوقت الذي تمر فيه الحافلة التي تقل النيباليين الذين يعملون أعوان أمن بالسفارة الكندية لدى كابول، حيث اقترب مهاجم انتحاري من الحافلة وفجر نفسه بقنبلة خلفت 14 قتيلا في صفوف أعوان الأمن النيباليين. وتجدر الإشارة إلى أنه في تمام الساعة 45 من صباح يوم الاثنين، لما مر فريق أعوان الأمن بالسفارة الكندية، حدث الانفجار الذي تسبب في إصابة 5 نيباليين وأربعة أفغان بجروح. وبعد الانفجار وصلت الشرطة المحلية الأفغانية بسرعة وأغلقت الموقع ونظفته، كما نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصدرت حركة طالبان الأفغانية بياناً أكدت فيه مسؤوليتها عن الهجوم في وقت لاحق. هذا وفي الآونة الأخيرة، وبعد أن تم تعيين هبة الله أخندزادة زعيماً جديداً لحركة طالبان الأفغانية، شن الطالبان ما يسمى بهجوم الصيف، حيث كثفت من هجماتها العنيفة على المدن بما في ذلك العاصمة كابول، ما أدى إلى تأزم الوضع الأمني الأفغاني أكثر.